على ذكر الاعتمادات الدولية، وحتك قلت لنا أنه يعني بناخد الاعتماد إن شاء الله من أكبر جهة علمية في العالم، ده بيساوي إيه عند الطالب؟ بيساوي إيه عند جهات العمل أو جهات حتى البحثية اللي موجودة بره؟ لما يبقى عارف أنا اتخرجت من جامعة زويل، اللي واخد الاعتمادات دي، ده هيوصله لفين؟ هو أول حاجة الاعتماد دوًا بيدي رسالة للمجتمع كله، سواء المجتمع المحلي أو المجتمع الدولي، إن هذا الخريج ملم بكل متطلبات العمل في السوق الدولي. يعني أنا لو جيت أقول مهندس عايز يشتغل في الولايات المتحدة مثلًا أو في أي مكان، هو في متطلبات معينة. هذا الاعتماد يقول إن فعلًا هو استوفى هذه المعايير بالكامل وقادر على العمل كمهندس أو كباحث في الأماكن الدولية دي عشان تسمح له بالعمل. فده أول حاجة. فأنا ده أنا كمجتمع بطمن فعلا لكفاءة وجودة هذا الخريج. ما يروحش بقى يقوله هنعمل لك امتحان المعادلة وتمضي الورقة وتختم الملف طبعاً. لا طبعا طبعا، ده هو خلاص معتمد خلاص وجاهز مباشرة على أنه هو يمارس المهنة بمجرد حصوله على شهادته من هذا المعهد المعتمد بالنسبة له. على سبيل المثال، الاعتماد اللي احنا نحصل عليه بمشيئة الله في الولايات المتحدة، لا يجوز لطالب أو كمهندس يشتغل في شركات دولية في الطيران إلا لازم يكون معتمد من هذه الجهة أصلا. فده بيتيح فرص عمل لخريجينا على مستوى العالم، وشهادة لتميزهم، شهادة لتميزهم في هذا المجال أيضا. حلو جدا. طيب لما كنا برضو قافين من الكلام، حضرتك قلت لي على نظام تعليم اظن اسمه 3-2-3. نعم. صح، دي بولونا بلونا تريتي. نعم، دي في اوروبا 3-2-3. ايوه 3-2-3. نعم. حضرتك النظام في اوروبا حاليا بعد الاتحاد الاوروبي كان طبعا كل مدرسه، المدرسه الالمانيه ماشيه بنظام عشان يحصل على درجه الدبلوم في الهندسة. اللي هو لازم يدرس 7 سنين زي الطب بالظبط. في فرنسا 5 سنين، في انجلترا 4 سنين او 3 سنين. فوحدوا النظام، أصبح 3-2-3، 3 للبكالوريوس، 2 للماجستير، وثلاث سنوات للدكتوراه. خلال 8 سنين يكون الولد بعد ما خلص، أو البنت طبعا بعد ما خلص الثانوية أو الهاي سكول، 8 سنين يكون معاه درجة الدكتوراه.